وبركاته، أهلا بكم في تكملة سلسلة تعلم لغة PHP من الصفر. طبعا أخذنا في الدرس الماضي هو عبارة عن التعامل مع الداتابيز، قواعد بيانات باستخدام بيديو. قدرنا نسحب كل البيانات من الداتابيز مثل ما شايفين هنا في الصورة أو في الـ في الـ في, الـ في هذا السناب شوت. أيضا بإمكانك أن تعمل كرييت لنيو بوست، وأيضا بإمكانك أعمل شو اللي هو سينجل بوست، يعني أعمل open single post، بعدين بإمكاني أعمل delete أو button أو delete أو edit مثل ما تكلمنا في الدرس الماضي. إن شاء الله تركيزنا إن شاء الله على اليوم هو عبارة عن تكملة هذا الدرس، وناخذ طبعا ال delete وال edit. أول شيء أحب نروح على ال presentation نكمل عشان نفهم اللي هو طريقة عمل ال update وال delete. طبعا أخذنا نحن ال insert، الحين في ال update هو بنفس الطريقة نعمل connection prepare، نكتب اللي هو sequel statement update post set، نعطي التايتل يعطي الفاريبل تايتل والبادي فاريبل بادي، وير لما يكون يعني الاي دي ايكوال اي دي اللي انا ارسله وعبارة عن السطر سواء اي دي او سلاج او اي برايمري كي. بعدين اعمل اكسكيوت واعمل طبعا اسوشيتيف اري بنفس الطريقة اللي شفناها، نرسل التايتل والبادي والاي دي. فعملية الديليت ايضا نفس الطريقة، اسهل، هي عبارة عن تعمل prepare statement delete from طبعا items ولا post where id equal id، يعني لما يكون الخط او الرو مساوي لهذا البرايمري كي. وبعدين نرسل سواء هو عبارة عن question mark نرسل هو الاري العادي او الاسوشيتيف اري اذا كان ارسلت الفاريبل بعملية باستخدام الكولوم. الحين ان شاء الله راح نروح على الصفحة هي الشو، راح نعمل طبعا نحن نعمل ديليت اول شيء، راح نرسله الى الفاريبل اللي هو بيكون عبارة عن بيكون هو delete.php، راح نرسل معاها اللي هو الـ id equal، طبعا لازم نعمل concatenate او راح اسكر php concatenate مع اللي هو الـ post id اللي هو بيكون post id بهذه الطريقة. طبعا الحين احتمال يكون عندنا مشاكل احيانا في الـ relative path والـ absolute path، احنا ما تطرقنا اليه في هذه الدورة، لكن افضل ان اعمل هو الباك سلاش حيث ان رجعنا الى يعني الهوم دايركتوري كامل. بعدين راح اعمل project 02 اللي هو اسم الفولدر اللي معاي، طبعا يعتمد على الفولدر اللي انت مسمنه. بعدين معاي انا طبعا هو عبارة عن الفولدر اللي بعده posts، بعدين delete بهذه الطريقة، فراح يروح الهوم project post delete عشان ما يكون عندي مشكله في الريلاتيف، لان احيانا لما يعمل نستد من بيج الى بيج من صفحه الى صفحه احيانا اليو ار ال يضيف هي الشو بعدين يضيف لها مثلا على سبيل المثال انا اريد اروح delete.php هو راح يضيف لي الشو بعدين راح سلاش delete بعدين ما يشتغل عند اللينك، يعني يمكن حتى راح نعمل تيست عليه بعد شويه ان شاء الله. بعدين الخطوه الثانيه نعمل صفحه جديده اسمها delete.php. طبعا في صفحه delete.php اول شيء راح اشيك هنا ان انا اقدر احصل الفاريبل او الداتا من الصفحه اللي مرسول منها، راح اعمل ايكو للاي دي لانه مهم جدا عند الاي تي، طبعا بيرسل عن طريق اليو ار ال، راح اعمل السيرفر جلوبال فاريبل جيت للاي دي اعمل له ايكو عشان اتاكد انه يعني وصل هذه الصفحه فهذه الطريقه. بعدين راح اعمل هنا طبعا ريفرش في البروجكت فايل اعمل شو، لو تلاحظ الحين لو عملنا مثلا انسبكت راح نشوف الحين الفرق. اليو ار ال في عندنا هنا مشكله، في ما عندي الاتشرف ما كتب الاتشرف في شكل مشكله. ايوه راح اعمل طبعا هنا ايكو وهنا راح اعمل كوما سيف اعمل ريفرش، لاحظ ان اليو ار ال راح للبروجكت بوست ديليت بي اتش بي بهالطريقه. فراح نجرب الحين ونشوف، لو عملت الحين ديليت راح عندي 17 يعني اشتغل بطريقه صحيحه. لو رحت الهوم اخترت الثاني مثلا learn.php عملت delete 21 هو الاي دي، يعني معناته انه كان send الفاريبل هناك في صفحة الديليت بعدين ممكن اتعامل معها. طبعا ممكن اعمل اللي هو if set، نعمل if اللي هو statement is set لهذا الفاريبل، طبعا بيكون ما احتاج هذا، اذا كان set معناته ان اعمل variable جديد اسمه id، وراح اخذ ايضا اللي هو الجيت فاريبل يساوي اي دي بهذه الطريقه. اعمل ريفرش اتاكد انه ما في مشكله عندنا، ايوه اشتغل بطريقه صحيحه. نرجع مره ثانيه، اذا هني نعمل ويش اعمل ديليت
لهذا الريكورد delete record أو delete row عشان يكون نفس الكلمة اللي استخدموها في السيكوال. راح أعمل statement جديدة يساوي طبعا connect. الحين connect حاليا ما معي لأن أنا ما عملت require للvariable أو require للملف اللي هو connection database. راح أعمل copy من صفحة index على سبيل المثال أو أي صفحة استخدمناها، راح استدعي هذا الملف. أحيانا space يكون معي مشكلة، فprepare أعمل الستيتمنت اللي هو بتكون delete from اللي هو post where ال id يساوي طبعا مثل ما شفنا، ممكن اعمل column id هذه الطريقة. بعدين راح اعمل statement dot execute execute وعندنا راح ارسل لل variable او ال array يكون عبارة عن id يساوي اللي هو الID variable لأن رسلنا جبناه من الصفحة الماضية. بعدين راح أعمل اللي هو الفانكشن هيدر رجعني على الاندكس بيج، راح أعمل اللي هو لوكيشن لوكيشن كولم. نفس الطريقة راح أعمل اللي هو project 02 post عشان ما يكون معي أي مشكلة في اللينك PHP. بهذه الطريقة المفروض إن أنا أمسح الفاريبل، لكن هنا عندي مشكلة statement execute ايش عندها المشكلة هنا طبعا، ايوه عندي مسافة هنا بين arrow بين الساوي وبين اكبر من، لازم يكون بدون اي مسافة. فالحين نجرب ان شاء الله ونشوف اذا بيمتسح الريكورد. اعمل refresh نروح على الصفحة الاولى مثلا او learn php، راح اعمل delete. في عندي مشكلة the requested URL project post index was not found، في عندي مشكلة في اللينك project او بيكون 02. المفروض ان الديليت اشتغل، فلو رحت الحين انا على سبيل المثال اللي هو البروجكت لو تلاحظوا ما موجود هذاك الريكورد، فراح امسح الثاني الحين صلحت طبعا ديليت، الحين ما معي ولا ريكورد فالديليت شغال صح. then learn php 2 copy عشان نعمل ريكورد جديد، نعمل ايضا بوست جديد لين بي اتش بي 3 الحين معي 2 ريكوردز، راح امسح ال 3 اتاكد ان كل شيء شغال صح. فالحين معي الديليت شغال بطريقه صحيحه. الحين باقي اللي هي مساله الايديت، لما نعمل ايديت ايش اللي يصير. فراح نعمل بنفس الطريقه، نروح على الشو وراح نعمل طبعا نفس اللينك اللي عملناه هنا، راح اعمل له كوبي ويروح على اللي هو ابديت، راح ارسل الاي دي الى ابديت مثلا او ايديت ايديت دوت بي اتش بي، راح ارسل طبعا اللي هو الاي دي نفس الحركه نفس الطريقه. راح اعمل بيج جديده اسمها ايديت ايديت دوت بي اتش بي نفس الحركة، راح اعمل php ما بحتاج اعتقد اللي هو connect، لكن راح احتاج للهيدر اللي هو النافبار، وايضا راح احتاج اللي هو من create راح اخذ نفس الفورم، نفس الفورم راح اعدل فيها لان فيها نفس الفاريبل، فنفس الفورم راح اخذ الفورم هذه راح اغلق اللي هو php اعمل html، وايضا بحتاج الفوتر راح اخذه من صفحة create احتاج الفوتر edit ممكن هنا اعمل h مثلا h2 edit post عشان بس نتأكد انه شغال بطريقة صحيحة. هنا ايضا احتاج هذه طبعا، بعد اللي هو الارسال راح يروح الى صفحة اخرى راح اعملها بعدين. الحين نعمل بس نتأكد انه واصل اللي هو الاي دي هنا موجود، راح اعمل اللي هو اي دي يساوي او هو بنفس الديليت اللي عملنا ديليت نفس الشيء، نحتاج اعمل statement اعمل select لهذا هو روح مني اعمل select لهذا الرو وروح على edit طبعا الاي دي راح يكون get id، ما راح اعمل validation هنا، راح يكون اول شيء راح اعمل select عشان اعمل variable هنا اجيبهم، بيكون select
select star from post where id equal مثلا هو question mark. راح طبعا نعمل execute هو array بيكون عبارة عن اللي هو الاي دي، بعدين راح اعمل اللي هو post يساوي طبعا بيكون statement fetch عشان اتأكد بس فقط انه يكون صحيح. اعمل print r للبوست انه يعني انتقل لهذه الصفحة، بس في عندنا مشكلة هنا execute ايوه ناقص اللي هو قوس، فراح اعمل print r نتأكد انه هو البوست شغال بطريقة صحيحة. راح اروح طبعا للبروجكت نشوف ما في اي مشكلة، نعمل edit صار عندي مشكلة undefined variable connection. اوكي احتاج الداتابيز فانا ما شلت الداتابيز، راح عشان اعمل select copy من هنا اروح على edit، الحين معي الكونكت موجود اعمل مرة ثانية refresh edit، الحين record معي قدرت اجيب الريكورد معي لانها عملت print r عشان اتأكد فقط، فهذا statement انا ما احتاجها. راح يكون الفاليو هنا طبعا عشان اجيب الفاليو اضيف فاليو في الفيلد عبارة عن بيكون هو php وممكن اعمل هو المختصر اللي هو يساوي عبارة عن post لي تايتل بهذه الطريقة. راح اعمل له كوبي ايضا هنا عشان راح اعمل البودي استدعي البودي عشان نقدر نعدل فيه، وهنا بيكون عبارة عن البودي. لو عملت الحين ريفرش راح نشوف انه هو جاب لي هو اللين بي اتش بي. لو رحت مرة ثانية الهوم مثلا اضيف ريكورد ثاني لين بي اتش بي 5.5 لين PHP 5.5 create. لو عملت الحين مثلا show بعدين رحت على الإديت لاحظ انه هو يجيب لي البيانات، فالحين البيانات استدعيتهم في الصفحة بطريقة يعني كاملة. الحين بس فقط انا اعمل ابديت، راح اغير هنا طبعا الفورم هنا راح يكون ابديت وراح اغير ايضا اللي هو submit هنا بتروح على راح اخذ اللي هو من اندكس او من كريت توقعت في الشو اللي استخدمنا، راح نشيل هذا كله ونروح على صفحة اللي هو الاديت. انا اريد اروح على ايكو اللي هو بيكون ابديت صفحة ثانية وارسل له هو البوست اي دي، ارسل مع الاي دي بهذه الطريقة. راح اعمل ملف جديد اسمه ابديت اللي يقوم بعملية الابديت الداتابيز. هنا راح اعمل ايضا بي اتش بي، راح احتاج طبعا اللي هو البيانات داتابيز من edit نفس الحركة، ما راح احتاج الهيدر بيانات، وراح اعمل statement طبعا الاول شيء الاي دي، اي دي يساوي طبعا هذا بيكون عن طريق الفورم بوست فيكون اي دي. اوكي فشغال الحين، ممكن اعمل statement تساوي روح البرزنتيشن عشان اتاكد هذا هو الابديت. الابديت بيكون عباره عن ابديت بوست سيت تايتل مثل ما شفنا بهذه الطريقه. فراح اروح الكود الحين واعمل اللي هو statement connection update او prepare update post ونفس الحركة اللي هو نعمل تايتل يساوي تايتل وبيكون اللي هو البادي يساوي طبعا variable اللي انا راح ارسله في الاسوشيتيف اري اللي هو بيكون body، لكن اريد اعمل where id equal اللي هو الاي دي اللي انا راح اعطيك، ما اريد اعمل ابديت اي مكان مخصص بال 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 بالاي دي اللي عملته هنا. بعد راح اعمل طبعا execute statement execute راح اعمل array داخل array راح اعمل طبعا اللي هو بيكون اول شيء بيكون معي title
احمل ال variable title بيكون من ال من الفورم، احمل copy paste. ثلاثة اشياء احتاج ال title هنا، title يكون هو post title. طبعا لازم تعمل validation، بس لحن اختصار الوقت ال validation شفناه اكثر عن مرة، فما راح نعمل validation هنا اعتبار ان الداتا مرسولة بطريقة صحيحة، لكن لازم تسوي validation. عندي ال ID، طبعا title راح يكون هو title variable title، والبودي البودي راح يكون عبارة عن variable body من form، والفاينل الأخير بيكون ID يساوي variable اللي هو ID. بعد ذلك نخلص من هذا، راح أعمل header location، أعمل يعني redirect للصفحة للindex page. location راح يكون عبارة عن هو الهوم project، عندي الهوم هنا راح يكون هوم project 02 post index.php. ان شاء الله نشتغل بطريقة صحيحة. مثل ما شفنا جبنا الديتا طبعا من الفورم لما عملت submit من صفحة edit، هنا ارسلت طبعا اللي هو التعديلات، اخذتهم في صفحة الابديت، عملت prepare statement update post set title body where id equal id. بعدين عملت اللي هو execute associative array title body id. بعدين عملت اخر شيء redirection للصفحة بعد التعديل. اعمل save واروح على المتصفح مرة ثانية، ممكن نعمل refresh مرة ثانية ونخلي اللي هو 55، راح نخلي 7. نعمل update. في مشكلة عندنا undefined index id in update، فما متعرف على ال ID. راح نشوف اللي هو line 4 post ID. فعلا نحن من الفورم هنا رسلنا فقط اللي هو name ورسلنا البدي، فلازم اعمل اللي هو ال ID. راح اعمل اللي هو عبارة عن input hidden، يعني بحيث انه ما يشوفه. انا حصل input hidden، النيم بيكون اي دي، والفاليو راح يكون عبارة عن اللي هو يساوي بوست، عبارة عن بوست اي دي، لان هو موجود اصلا في الفورم، فلازم انا اخفيه عن اليوزر. طبعا هذه HTML، هو عبارة عن انبوت، كل التايب ماله هيدن بحيث انه ما ينشاف، ما يشوفه في الصفحة. وعندك اللي هو النيم يكون اي دي، وبيكون عبارة عن value وبوست ال ID اللي موجود هنا. طبعا هذا ال ID موجود في هذه الصفحة. الحين اقدر استلمه هنا، مثل ما شفتوا يعني كان في خطأ، وهو صحيح فعلا ان انا ما رسلنا، نسيت ان اضيفه. راح ارجع مرة ثانية الصفحة، اعمل refresh، راح اخلي مثلا 55 الى 7، ونبدأ نسوي update. فعلا صار ال update هنا 7. لو رحت php2 عملت edit مثلا 33، عملت هنا 33، راح ابديت اشتغل بطريقة صحيحة. طبعا المشروع تقريبا اكتمل، لان عندي هو الشو، عندي الكرييت طبعا، وممكن اعمل ديليت للريكورد مثل ما شايفين. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا سبحانه وتعالى على انهاء هذه السلسلة. طبعا 24 درس ان شاء الله، تعتبر هذا يعتبر انه هو اخر درس، ولكن اذا في اي موضوع حسيته مهم ان شاء الله راح اضيف على هذه السلسلة. إذا عجبتك السلسلة لا تنسى تعمل اشتراك مع الأشخاص المهتمين بتعلم البرمجة بشكل عام أو بلغة الـ PHP بشكل خاص. إن شاء الله راح أعمل أيضا فيديو قصير يشرح اللي عند رأسنا بشكل عام، شرح وإيش يعني المفروض الشخص اللي هو ينتقل المرحلة الانتقالية من معرفته هو أساسيات الـ PHP ماذا يجب عليه أن يفعل. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في دورات قادمة بإذن الله، وجزاكم الله خيرا.